إذا خاوتي قلنا باللي لما حقنا الأسيتي كولين في شق المشبكي تحصلنا على تسجيل ألف فقط، ولما حقنا المادة الكوراك هذه، وين راحت المادة هذيك كيف اسمها بعد؟ هي مادة الكورار، مادة الكورار لما حقناها لهنا في الشق المشبكي المرة الثانية، واش تحصلنا؟ تحصلنا على تسجيل واحد برك، المرة الأولى تحصلنا على تسجيل باب فقط فقط، والمرة هذه تحصلنا على تسجيل ألف فقط، علاه؟ قال لك باستعمال معلوماتك حول عمل المشبك فسر لي نتائج التجربة. أخويا لما حقنت أنت أسيتيل كولين في الشق المشبكي، ما درتش تنبيه لهنا، ما درتش تنبيه لهنا، على ديك ما تحصلتش على منحنى التسجيل الألف، على والأسيتيل كولين وش هو؟ حسب معلوماتنا السابقة هو مبلغ كيميائي منبه، إذا قام بنقل الرسالة العصبية للخلية البعد مشبكية، وانتج على ذلك كمون بعد مشبكي منبه، ظهر في الخلية البعد مشبكية كمون بعد مشبكي منبه بي بي اس او. في حالة مادة الكورار وش درنا؟ حقناها في الشق المشبكي، وش صرا؟ لما حقناها في الشق المشبكي زدنا درنا تنبيه لهنا، على هذيك ظهر تسجيل الف باسكو درنا تنبيه، وبالنسبه عليه ما ظهرش تسجيل با باسكو خاوتي ماده الكورار هذه منعت انتقال النبأ العصبي، ولا منعت لي انتقال الرساله العصبيه، منعت انتقال الرساله العصبيه، فهمتوا؟ مادة الكورار تمنع انتقال الرسالة العصبية. إذا فسر نتائج، ماذا تستنتج من مقارنة نتائج التجربة ألف بنتائج التجربة با؟ نقولوا الاستنتاج يمنع الكورار انتقال النبأ من الخلية القبل مشبكية إلى الخلية البعد مشبكية. زيد ثلاثة قال لي وش هي؟ قال لي مثل لي برسم توضيحي، قال لي مثل برسم توضح فيه العلاقة الموجودة بين جزيئات الكورار والبروتينات الغشائية في المنطقة صاد. طبعا المنطقة صاد قلنا هو المنطقة صاد قلنا هي المشبك، منطقة صاد هو مشبك طبعا، وكما حضرنا في اول التمرين ها هون المشبك نوعه عصبي عضلي، المشبك نوعه عصبي عضلي. اذا الرسم خاوتي، الرسم باختصار انا راح نديره لك، مش راح نديره لك. شوف هاي الخليه القبل المشبكيه، شوفها هاي الخليه القبل المشبكيه، وهاي الخليه البعد مشبكيه، ها هذه خليه بعد مشبكيه، وهذه خليه قبل مشبكية. خاوتي اخي احنا عرفنا من تجربة واحد بانه هذا المشبك راه مشبك منبه، يعني راح يفرز مادة الاسيتيل كولين، يعني القنوات الموجودة في الخلية البعد المشبكية هي قنوات مرتبطة بالكيمياء خاصة بمن بشاردة الان ا بلس، هاي القنوات اللي خاصة بشاردة الان ا بلس، ها خي تكون مغلقة في غيابها، ومن بعد في وجود تكون مغلقة في غياب الاسيتي كولين في وجوده تنفتح. دركا انا لما حقنت مادة الكورار، هاني حقنت مادة الكورار، وش صرا؟ تثبتت لي جزيئات الكورار هذه، تثبتت لي على المستقبلات الغشائية الخاصة بالاسيتيل كولين الموجودة على قنوات الخاصة بالان او بليس. لما تثبت مادة الكورار هنا، وتثبت مادة الكورار هنا، وتثبت مادة الكورار هنا وهنا، وش صرا؟ اذا وش هي؟ تقوم تتثبت جزيئات الكورار على القنوات الغشائية المرتبطة بالكيمياء منافسة في ذلك جزيئات الأسيتيل كولين، وبالتالي لما تثبتت منعت، بالتالي منعت انتقال الرسالة العصبية من الخلية القبل مشبكية إلى الخلية البعد مشبكية. لما تثبتت منعت انتقال الرسالة العصبية من الخلية القبل مشبكية إلى الخلية البعد مشبكية، باسكو لما ندير تنبيه أنا لهنا يجي هذه تجي الخلية القبل مشبكية أنها تطرح، واش تطرح جزيئات الأسيتيل كولين. فلما تجي تطرح جزيئات الأسيتيل كولين ما يلقاش مع من يرتبط، الأسيتيل كولين ما يلقاش مع من يرتبط، باسكو المستقبلات تاعو كاملة راهي مشغولة بجزيئات الكورار هذه، فبالتالي خلاص ما يتمكنش الأسيتيل كولين من الانفتاح، وما ينتقلش، ما يتمكنش الأسيتيل كولين من التثبت على المستقبلات الخاصة به الموجودة على قنوات الأنابليس، ما ينتقلش النبأ العصبي من الخلية القبل المشبكية إلى الخلية البعد المشبكية. هذا هو الرسم
طبعا عنوان الرسم تقول له رسم يوضح العلاقة الموجودة بين جزيئات الكولار والبروتينات الغشائية الموجودة في الشقة المشبكي. هل تمكنت النتائج المتوصل إليها من تفسير كيفية حدوث الشلل بتأثير مادة الكولار؟ نعم نعم وضح ذلك. نقول له حدوث الشلل يعود إلى تثبت جزيئات الكولار على القنوات الغشائية المرتبطة بالكيمياء الموجودة على القنوات الغشائية المرتبطة بالكيمياء المنافسة أو منافسة في ذلك جزيئات الأسيتيل كولين، وبالتالي تمنع انتقال النبأ إلى الخلية البعد مشبكية ويصاب الحيوان بالشلل. خلاص، سبحانك اللهم، خلصنا التمرين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى على النبي، اذكر الله وحمد الله، والسلام عليكم ورحمة الله.